السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. موعد مباراة الرجاء البيضاوي الرياضي المغربي بإذن الله تعالى في الجولة 24 من الدوري المغربي أو البطولة المغربية الاحترافية الأولى. مباراة الرجاء البيضاوي المغربي القادمة بإذن الله تعالى هتكون يوم الأحد أو غدا الأحد 23 أغسطس 2020. مباراة الرجاء هتكون أمام الدفاع الحسني الجديدي، وهيكون ميعادها الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفرنسا وألمانيا. المباراة أيضا ميعادها الساعة 10 مساء، عذرا الساعة 8 مساء. المباراة ميعادها الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس وإنجلترا، 8 مساء بتوقيت المغرب. أيضا المباراة ميعادها الساعة 10 مساء بتوقيت العراق والسعودية وبلاد الشام والبحرين واليمن والكويت وقطر، وميعادها الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، وميعادها الساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القنوات الناقلة لمباراة الرجاء البيضاوي أمام الدفاع الحسن الجديد هي الرياضية المغربية الثالثة، أو بمعنى أصح الرياضية لايف اتش دي وقناة الرياضية اس دي واتش دي، والمعلق على هذه القنوات هو عادل المسعودي، وكذلك قناة بين سبورتس اتش دي ستذيع المباراة. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، قدمنا لكم موعد مباراة الرجاء البيضاوي القادمة أمام الدفاع الحسن الجديدي في الأسبوع 24 من الدوري المغربي بتوقيت كل الدول، طبعا المغرب ومصر أولهم، والقنوات الناقلة والمعلق عادل المسعودي على قناة الرياضية لايف اس دي و اتش دي. متابعينا الكرام، اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعملك الفيديو، ونراكم فيديو اخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.